للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى. نرحب بك في استديو مركز الأخبار. أهلا. طبعا يعني يوم يعني يشهد يوم السبت إعادة الانتخابات 2022 النيابية والبلدية، ما أهمية يعني اليوم جولة الإعادة وأهمية الإقبال على صناديق الاقتراع من قبل المواطنين الذين يعني سوف يدلون بأصواتهم يوم السبت إن شاء الله؟ طبعا يتواصل عرس البحرين الانتخابي بإذن الله بعد غد السبت 19 نوفمبر، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المفدى المعظم الله يحفظه وحكومته الموقرة وشعب البحرين الوفي الذي أثبت تمسكه بالمشروع الإصلاحي لجلالته. نعم. وكانت هناك مشاركة كبيرة 73% وهي أعلى مشاركة منذ انتخابات 2002. نعم. طبعا بدون شك أتوقع أن تكون ربما نفس النسبة في الجولة الثانية أو ربما أكثر كذلك، لأن شعب البحرين يؤمن بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأن هذا المشروع وما أتى به من فوائد كثيرة لجميع أفراد الشعب، لذلك خرج شعب البحرين ليصوت لهذا المشروع الطيب المبارك الذي نقل البحرين إلى درجة متقدمة بالنسبة لمنظومة حقوق الإنسان، بالنسبة للوضع الاقتصادي، بالنسبة للحراك الشبابي. نعم. بالنسبة للوضع الاجتماعي، فالبحرين الحمد لله اليوم يعني على مستوى العالم تتبوأ مركزا متقدما بسبب هذا المشروع الطيب الذي رعاه وما زال يرعاه جلالة الملك المعظم الله يحفظه. نعم سيد أحمد، كما لاحظنا بأن هناك نسبة مرتفعة من مشاركة يعني المرأة في الانتخابات سواء كمترشحة أو كمن شاركت في التصويت، أيضا الشباب حظوا بهذا المشهد الجميل الذين شاركوا في هذا يوم السبت الماضي. ما هي حظوظ المرأة اليوم من الفوز في مركز في مجلس النواب وأيضا الشباب؟ نعمل أخت سهير بأن تتبوأ المرأة مركزا متقدما خلال هذه الانتخابات. كما تعلمين هناك 9 عضوات في مجلس الشورى. نعم. وكان هناك 6 عضوات في مجلس النواب تنتهي طبعا في نهاية ديسمبر، ونأمل إن شاء الله بأن يكون للمرأة نصيب أكبر. وطبعا جلالة الملك الله يحفظه دائما يعمل لرفعة المرأة في جميع المستويات، وكذلك صاحبة السمو الملكي القرينة الملك الله يحفظها تلعب دور كبير، المجلس الأعلى للمرأة يلعب دور كبير في تعزيز دور المرأة، وإن شاء الله نأمل أن تفوز بعدد من المقاعد كي تعكس هموم المرأة في المجلس الجديد وتطورها. وكما ذكرت يعني الدولة والقيادة تولي اهتمام كبير للمرأة، والمرأة يعني لا يخفي على الجميع في البحرين كان لها دور بارز بالطبع بدون شك، يعني ما شاء الله يعني انت لما تلاحظي المرأة في جميع المستويات، كانت أول سفيرة، رئيسة الجمعية العامة المتحدة، ومع الحكومة الجديدة هناك 4 نساء، فالحمد لله المرأة في تطور مستمر. وهذا ومشاركة المرأة والعدد الكبير سواء الانتخابات النيابية أو البلدية يعكس مدى اهتمام هكذلك والدرجة التي وصلت لها فيما يخص التقدم في هذا المجال. نعم سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. شكرا سهير، شكرا.